بقول لك ايه؟ المعجب الغامض بسلامته جاي هناك اهو. شكله كده هيقول لنا حاجه تفرحنا. يا ريت اصل انا ماما بتعيط. مساء الخير. انا كنت عايزك في موضوع مهم. اكيد. طيب هقوم بقى انا اجيب لكم ليمون. ها؟ انا كنت عايز اعترف لك بحاجه. سامعك. انا هي قول. انا كنت عايز اعرف نوع البرفان اللي انت حاطاه ايه. ريحته تحفه. برفان؟ ده مش برفان على فكره، ده مستوى غسيل واسمه مدار، ودي ريحته. مدار. ايوه ايوه يا حبيبتي. لا لا ما طلعش برفان، لا لا طلع مسحوق. اه واسمه مدار. ايوه ايوه مدار. اغسلي منه بقى الاحمد والياره. اه تمام. اجيب لك كيسين منه. ثلاثة ثلاثة. يا سلام، ده القمر بتاعنا يؤمر. واجيب لك ايه كمان؟ اسمك. طيب ما تزعليش حتى لو العريس راح. مدار للغسالات العادية والفوق اوتوماتيك، ريحته ما بتروحش حتى بعد الغسيل. حلو. مع مدار عطر دوم وحماية كل يوم.